بعد أولاً شخص على المستوى الشخصي عزيز عليا بزاف، أنا كنبغيه، عندي واحد المحبة خالصة بزاف، وملي مات هاد المنبر كنقول المنبر مسعود وكنولي عليه بخير إن شاء الله، مع الأسف إن شاء الله نقدر ما عملناش ديو من قبل، ولكن إن شاء الله يمكن، علاش لا؟ دائما طالما أنا موجودة في الفن مازال ما مشيتش، غادي يكون دائما لك فرص علاش لا نتقابلو في عمل فني. بالنسبة للأغنية المغربية، عملت أغنية مغربية من 6 شهور تقريبا مع فرقة من تيكوان، يلا روح، كانت باللهجة المغربية وإن شاء الله غادي نغنيها كذلك هكدا. لحد الآن لا ما تنتظرش بأن غدا غادي يكون عندي شي لقاء مع أي مطرب آخر، لكن هذا يمكن مشروع يمكن نعملو في المستقبل إن شاء الله. الشكل الرأي أنا في مسيرتي الفنية كان عندي واحد حد كبير في الريبرتوار ديالي، حيت أنا عملت كيف ذكرتي بشكل رمزي الديو ديالي مع شاب مامي ربطتني بيها أغنية من أشهر ومن أحلى الأغاني اللي إحنا درنا جميع، نجحت نجاح ماشي على مستوى العالم العربي بل على مستوى العالم الغربي، ما نقولوا على صعيد أوروبا. الرأي بالنسبة لي هو جزء من مخزوني الفني كذلك، يعني أنا تربيت على مجموعة من الأغاني ديال سواء كان في المغرب هنا في شرق المغرب أو في الجزائر، أو حيت إحنا هذا كان جزء من ثقافتنا كلنا كمغاربة، وهذه المخزون اللي كان عندي هو بان من خلال بعض الأغاني ديالي سواء كان مريوم أو عالبال أو الأغاني المغربية اللي درتها من بعد، عملت أغاني مغربية كثيرة فيها الشكل فيها الطعم فيها الثقافة المغربية أو المغاربية نقول. دونك بالنسبة لغدا إن شاء الله غادي يكون بعض الأغاني ديالي إن شاء الله يكون فيها طعم من الراي، وبعض أغاني مغربية بشكل عام إن شاء الله، ودائما تنشوف بأن الفن هو دائما كيدوم بالخلافات كلها، دائما تكون خلافات على مستوى سياسات على مستوى أي نوع من الخلافات كانت، لكن دائما الفن هو كيدوم بهذه الخلافات. ويا رب إن شاء الله يكون الفن هو السبب في يوم الأيام أننا كلنا كمغاربة كمغرب عربي ترجع العلاقات كما كانت، ولا نعتقد أنه الفن كفيل أنه يرجع لعلاقتنا مع جميع الشعب مع الشعب الجزائري بالذات، يعني هو كلنا كان عندنا واحد العطف كبير على الشعب، وعندنا واحد جذور مرتبطة وواحد ترابط دائم بيننا وبين الشعب الجزائري، وكيف قلنا الفن هو أحسن وسيلة للترابط. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.